هاي أصدقائي، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقتي أنخلة من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. Hola amigos, estoy con ustedes la chef académica Eva de España. Nuestra receta de hoy es mini tarta con tortilla. Está lista en YouTube ahora y preparada para mí, soy chef Eva. Hi أصدقائي، سأكون اليوم معكم أنا الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. وصفتنا لهذا اليوم هي ميني تارت بالأومليت، قد أصبحت جاهزة الآن على اليوتيوب من إعدادي أنا الشيف إيفا. وهكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها. يمكنكم تقديمها كوجبة فطار في الصباح مع كوب من الشاي الساخن والزيتون، وبإمكانكم أيضا اعتمادها كعشاء خفيف لكم ولضيوفكم أحبتي. وصفتنا لهذا اليوم يمكنكم إعدادها خلال 10 دقائق فقط، اقتصادية ولذيذة أيضا. وقبل البدء بإعداد الوصفة أصدقائي متابعينا الكرام، ولكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى، نحن نسعد بتفاعلكم مع قناتنا، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، من خلال الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات، ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم، ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. والآن أحبتي هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة اللذيذة والسريعة معي أنا الشيف إيفا. باموس. والآن إليكم المقادير: عدد 4 بيض، زبدة حيواني 20 جرام، نصف حزمة من المعدنوس أو البقدونس، رأس كامل من الثوم، فلفل أخضر حار، ملعقتي طعام، جبنة بيضاء 40 جرام، نصف دسم تارت 3 قطع، ملعقة كوب فلفل أحمر حار، رشة ملح، ملعقة أكل زيت زيتون، 3 قطع فراولة طازجة. ها هي جميع مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. أضع المقلاة على النار. في هذه الأثناء سأخرج المعدنوس أو البقدونس المنظف والمجفف من الظرف الخاص به، وها هي الزبدة الحيواني، سأضع منها القليل في المقلاة. نحن نستخدم الزبدة الحيواني في وصفاتنا، فهي صحية وتعطي للوصفات مذاق لذيذ جدا. ها هو المعدنوس بعدما فرمته ناعما وقشرت رأس الثوم. الآن سأأخذ بما مقداره 2 ملعقة طعام من الفلفل الأخضر الحار. أضعه في المقلاة مع الزبدة الحيواني.
ها هو هكذا يبدو. بعد ذلك سأبدأ بتقليبه مع الزبدة قليلا. وها أنا أهرس الثوم وأضعه في المقلاة مباشرة هكذا. الآن وبعدما أكملت هرس الثوم ووضعه في المقلاة سأبدأ بتقليبه هكذا. هكذا يبدو الثوم مع الفلفل الأخضر في المقلاة. الآن سأضع بما مقداره ملعقة طعام من الفلفل الأحمر الحار. بكل تأكيد كمية البهارات ترجع لاحتياجاتكم. الآن سأضع المعدنوس أو البقدونس في المقلاة هكذا. وأقلبهم على أن تكون النار هادئة. سأفتح البيض الآن. فتحت 4 بيضات. بعد ذلك سأعمل على خلطها جيدا بواسطة الشوكة، ولا ننسى تقليب محتويات المقلاة هكذا. نستمر بالخفق البيض قليلا، فهذا يعطي لوصفتنا لوصفة الأومليت القوام الهش واللذيذ. وضعت البيض في المقلاة أحركه قليلا حتى ينضج معي تماما.
أضع رشة من الملح أيضا وأقلب. وصفتنا لهذا اليوم تكفي لثلاثة أشخاص. بإمكانكم مضاعفة المقادير بعدد الأشخاص المتواجدون معكم. ها هو الميني تارت، أنا جهزت ثلاثة قطع. الآن سأضع الأومليت على النار مرة أخرى. وضعت فوقها ملعقة طعام من زيت الزيتون وأستمر بالتقليب. ها هو قد أصبح جاهز. الآن رفعته من النار. الآن سأعمل على توزيعه تماما على قطع التارت الصغيرة. هكذا. الميني تارت هذا جاهز ومتوفر في الماركت. وها هي الجبنة البيضاء قليلة الدسم، أفرغها هكذا في الطبق. بعد ذلك سأعمل على تقسيمها على شكل شرائح بالعرض. ثلاثة شرائح لثلاثة قطع من التارت الميني تارت. بعد ذلك سأخذ قوالب مختلفة. الآن أخذت هذا القالب على شكل نجمة، أضعه فوق الشريحة الأولى وأقطع الجبنة من حوله لتأخذ الجبنة بعد ذلك شكل النجمة. أرفع عنها القالب، سأريكم إياها. هكذا تبدو. أضعها فوق الأومليت. بعد ذلك سأخذ القالب الثاني ونفس الطريقة نكررها مع الثلاث قطع. القالب الثاني كان دائري والقالب الثالث على شكل قلب. بعد ذلك سأخذ ثلاث قطع من الفراولة، أعمل على تقطيع الرؤوس الخضراء منها. وها هي الأعواد الخاصة بالطعام.
سأضعها بهذا الشكل فوق قطعة تارت. أترى؟ وهي وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، هكذا تبدو. أحبتنا، لدينا تنويه بسيط. عند كتابة أي تعليق، الرجاء كتابة اسم القناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، فهذا يساعد على انتشار الفيديو ويدعم قناتنا. تقبلوا شكر وتحيات قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا مقدما، فمعكم تكبر أسرتنا. وها هو الشكل النهائي لوصفتنا لهذا اليوم. اكتبوا لنا في التعليقات أيضا من أي بلد أنتم تتابعوننا، فهذا يسعدنا. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم، ميني تارتا كون تورتيا، أي ميني تارت بالأومليت، قد أصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. Espero que te gusta nuestra receta de hoy, ميني تارتا كون تورتيا. أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم، ميني تارت بالأومليت، قد نالت إعجابكم ورضاكم. متابعي قناتنا الكرام، ولكل من يرى هذا الفيديو للمرة الأولى، يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا، قناة ملكي أنخلة والشيف إيفا، من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب، ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا. أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أحبتي، إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل، اتركوه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة من قبلنا شخصيا. ننتظر تفاعلكم الجاد مع قناتنا. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.